5 أيام مروا على بدء تنفيذ رفع تعرفة الاتصالات الجديدة، ولا حياة لمن تنادي شعبيا. فالمعطيات تشير إلى أن المواطن قد يتجرع مركز الأسعار المرتفعة كما فعل بموضوع المحروقات بصمت. فمن باب السعي لتأمين استمرارية القطاع والاتصالات، برر وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني الأورم غلاء الفاتورة الجديدة، فجميع أسعار باقات الإنترنت والبطاقات المسعرة اليوم بالدولار يقسم سعرها على 3 ويضرب بسعر صيرفة لتحديد سعر مبيعها بالليرة اللبنانية، أي فعلياً ستضاعف كلفة الاتصالات بمعدل 4 أضعاف. القرار الصادر عن مجلس الوزراء، كشفت الناشطة نعمة بدر الدين عبر حوار اليوم على شاشة الأو تي في أنه سيكون محط طعن أمام مجلس شورى الدولة مفندة الأسباب. أنت اليوم عم تاخد خدمة عامة بتقدمها الدولة اللبنانية، أنت ما عم تاخد خدمة من قطاع خاص، أنت عم تاخد خدمة يجب أن يتمتع بها كل الشعب اللبناني من كل الفئات. مين بيضبط منصة صيرفة؟ في حدا بيسعر على منصة متحركة وبيخلق مثل ما خلق رياض سلامة منصات للدولار اسمه صار منصة دولار الاتصالات؟ تقرير ديوان المحاسبة بيحكي عن هدر عملته الشركتين والوزراء الاتصالات ب5 مليار و400 مليون دولار. إذا هن هدروا هالقد وفوتوا على الخزينة شوي مقارنة بالهدر اللي عملوه، والخزينة ما بنعرف كيف انصرفوا، بدهم يجوا يعبوا الخزينة من جيوب اللبنانيين المفلسين. من الناحية القانونية، هل مجلس شورى الدولة هو الجهة الصالحة للبت بالقرار؟ أول شغلة إذا بتحكي بالمهل، هي في مهلة الشهرين، واضح في مهلة الشهرين من تاريخ صدور القرار. الآن هني عم بيتحركوا بشكل شعبوي أكثر ما بيتحركوا بشكل قانوني. ليه؟ بسألني ليه؟ النوجة القانونية بدك تشوف اليوم طبيعة العقد اللي موجود بين شركتي الخليوي والدولة اللبنانية. هل هني شركات مشغلة أو شركات ملكة لهذا القطاع؟ نحن اليوم طبيعة العقد مش متناول الجمهور. إذا كانت الدولة اللبنانية أو وزارة الاتصالات هي المخولة برفع التعرفة أو تنزيلها، يعني هذا أمر يخضع لمجلس الوزراء. ولكن إذا كان في بند تعديل التعرفة، إذا كان في بند معين بتعديل التعرفة هو خاضع لدراسة معينة للشركة ومدى تطورات القطاع أو استهلاكه أو زيادة الأعباء عليه، هيدا موضوع صار نقاش آخر. اليوم في عنا جهتين عم تشتغل على الموضوع. في ناس متوجهة أنه تقدم شكوى اتجاه الشركتين بما يتعلق بالخطوط الخليوية المشترى قبل دخول القرار حيز التنفيذ، وبين أنه رفع التعرفة هل هو قرار قانوني أو بده مشروع قانون يحال إلى مجلس الوزراء ومن ثم رفعه لمجلس النواب. على ما يبدو أنه هذا تصرف أو تحرك شعبوي، واللي مبين فيه بأنه قطاع الخليوي هو بيد الشركتين حصراً ولهما الحق. أنا هذا رأيي. لعلّ ما هي الخيارات المتاحة أمام الشورى في الملف؟ كان هناك في علاقة مع وزارة الاتصالات بأنه هي الشخص المخول أو الصف أو الجهة المخولة برفع التعرفة، يفترض أنه يكون هناك رابط نزاع تقديم طلب لوزارة الاتصالات بالرجوع عن هذا القرار، لأنه هو قرار غير قانوني. ما في شورى الدولة رح تتعرض عليه المراجعة، رح يحولها أولاً إلى مقرر، أو لأنه هن 3 قضاة رح يكونوا لإبداء الرأي بالمراجعة بالطلب. حسب ما عرفنا اليوم بأنه في طلب لوقف التنفيذ. أول إجراء بده يتاخد بمجلس شورى الدولة هو البدء بطلب وقف التنفيذ. هل هو ملزم أو غير ملزم، هذا بيرجع لتقدير الهيئة المشرفة على الطعن أو على المراجعة. وبالتالي بعد ما تتبلغ وزارة الاتصالات كيفية المستندات، طبعا هذا بظاهر العام، بظاهر المستندات مجلس شورى الدولة بياخد قرار بوقف التنفيذ من عدمه. إذا بحال ارتقى من ظاهر المستندات بأنه هناك إلزامية لوقف تنفيذ رفع بدلات التعرفة، بيصدر قرار بغرفة المذاكرة وبتتوجه بعدين إلى إبلاغ كافة المستندات للأطراف النزاع بما فيها الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا، ومن ثم تحال إلى وزارة الاتصالات والمعنيين بالملف بما يتعاطى بالشركتين مشغلتين أو الملكتين. نحن هون عندنا نقطة مبهمة، هل هما شركتين مالكتين أو هما مشغلتين؟
هذه النقطة بدنا نوضحها. في سياق متصل تقدم أيضا المحامي لؤي غندور وهو رئيس قوة العمل اللبنانية لمكافحة الفساد بشكوى أمام النائب العام التمييز القاضي غسان عويدت بوجه شركتي الخلوي بجرائم الاحتيال وسرقة أرصدة المشتركين، وقد أحال عويدت الشكوى إلى المباحث المركزية لإجراء التحقيقات اللازمة.